إيران بدأت بتحشيد قطاعاتها العسكرية من أجل البدء بتوجيه ضربات على الأراضي العراقية مرة أخرى، وهذه الأنباء الخطيرة التي نتحدث عنها اليوم هي نشرت من قبل العديد من المصادر، واحدة منها الإيران انترناشونال التي أكدت بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي بدأ يتحرك تجاه ويحشد تجاه الحدود العراقية وتحديدا حدود إقليم كردستان، بل أنهم نشروا مقطعا لطبيعة التحشيدات الإيرانية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني. كما تلاحظ بأننا أمام مدفعية، أمام قطعات ليست بالسهل أبدا في ظل هذه التحركات وهذه الأنباء، هي لا تبدو ولا يبدو أمرا سهلا أبدا. بل بالإضافة إلى ذلك كانت هنالك مقاطع أخرى أيضا لطبيعة هذه القطعات والمدفعية التي تنقل قريبا طبعا وقريبة من الحدود العراقية، وواضح جدا بأننا أمام القوات البرية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني هي التي تقوم بهذه التحشيدات. والمثير بهذا الأمر في نفس اليوم، أي يوم أمس، نهار يوم أمس، في نفس اليوم الذي بدأت فيه هذه التحركات، جاءت حسابات خاصة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لتضع تغريدة بهذا الشكل المثير باللغة الفارسية. عندما تترجمها للغة العربية ستجد بأن ما ذكر هنا قلنا سوف نأتي بعدكم، وهذه مجرد بداية القصة، بالتالي نحن لسنا أمام قصة عادية أبدا وأن هنالك شيئا قادما تجاه العراق. وبالتالي في ظل هذه اللقطات، إن ما ألقينا نظر على طبيعة المدفعية الآن التي ينقلوها إلى الداخل أو على الحدود مع العراق، ستلاحظ بأن هذه المدافع التي رأيناها الآن هي من نوعية M1955، وهذا المدفع يصل مداها أساسا إلى أكثر من 17 كيلو مترا. وبالإضافة إلى ذلك أن هذا المدفع الآخر الذي ترونه هنا فهو من نوعية M101A1، وهو من المدافع الذي يصل مداها إلى أكثر من 11 كيلومترا. واضح بأننا أمام خطة لتوجيه ضربات مدفعية بمدايات لا بأس بها، بل أننا أيضا عندما نتجه إلى هذه الخارطة التي ترونها بالنقاط الحمراء هنا، وهي خارطة توضح ما يسمى نوتم، وطبعا نوتم هو ببساطة مرتبط في الطيران. عادة هذه النقاط الحمراء تعني بالنسبة للطيارين بأن هنا هنالك شيء ما يجري في هذه المنطقة. في الحالة التي نتحدث عنها وتحديدا على الحدود وهنا على سبيل المثال، هي تعني ببساطة بأن هنالك تدريبا عسكريا معينا، وبالتالي يجب أن لا تحلق الطائرات من فوق هذه المنطقة. ودعونا نركز على هذه النقطة الحمراء التي تأتي طبعا إلى غرب إيران وعلى الحدود مع العراق. هنا طبعا العراق إذا ما اقتربنا قليلا، وسنلاحظ بأننا أمام بقعة حمراء كبيرة هنا، ليست بالصغيرة أبدا، موجودة بهذا الاتجاه على الحدود مع العراق. وسنلاحظ من طبيعة الرسمة الخاصة بالحدود ستكون مهمة، وخاصة هنا هذه الانحناء، لكي نعرف تماما أين هذه المنطقة تأتي بهذا الشكل. وبالتالي من النظر إلى هذه المنطقة فمن المفترض أن يكون هنالك تدريبا عسكريا على سبيل المثال، أو مناورات عسكرية، ولكن في حقيقة الأمر ليست هنالك أي مناورات عسكرية، وهذا يوضح بأننا قد نكون أمام منظومات دفاعية تحمي قطاعات عسكرية هنا متحشدة في هذه المنطقة. وبأن هذا النوتم الذي تحدثنا عنه وهذه الإشارة الحمراء هي بدأت أساسا وظهرت بهذا الشكل على الخارطة منذ بداية شهر مايو واستمرت في منتصف مايو، وهي مستمرة وصالحة حتى أول أسبوع من شهر يونيو، أي الشهر القادم. وعلى هذا الأساس نحن أمام استعداد عسكري ليس بالسهل في الفترة القادمة، وهذا يرشح بأن التحشيدات التي رأيناها يبدو بأنها تأتي إلى هذه المنطقة، إلى المناطق على الحدود مع العراق، وبأن هنالك تخطيطا لتوجيه ضربات باتجاه طبعا إقليم كردستان في هذه المنطقة الحدودية المهمة للغاية. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي إلى نفس المنطقة ونأخذ نفس التخطيط لهذه المنطقة، هذه المنطقة الحدودية، فإننا سنلاحظ بأننا أمام هذا الشكل، وهذه هي المنطقة أو الانحناء الخاصة بالحدود، وهذا يعني أن التحشيدات كلها تأتي بهذا الاتجاه من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه المنطقة كلها تحت المطرقة. ويجب أن ننتبه بأننا هنا في ظل هذه الخارطة نحن أمام هذه المنطقة، وهي سوران
وأيضا هناك ما سنلاحظ أيضا نحن أمام أيضا هذه المنطقة لا وهي سيدكان، وسبق وأن كان هنالك قصفا قد شهدناه العام الماضي في الربع الأخير من العام الماضي، كنا أمام ضربات مستمرة من قبل الإيرانيين المدفعية الإيرانية والقوات البرية الإيرانية على هذه المنطقة تحديدا، ضربت كثيرا هذه المنطقة في حقيقة الأمر والقرى الموجودة فيها، إلى درجة أن المواطنين المدنيين كانوا قد انسحبوا من هذه المناطق ومن هذه القرى. ومثل هذه الضربات على المستوى العسكري وبالمفهوم العسكري عندما تأتي بهذه الكثافة ويخرج المدنيين من هذه المنطقة يعني بأن إيران لديها خطة لاقتحام هذه المنطقة. دعونا نقترب قليلا بالقمر الصناعي من هذه المنطقة لكي نلاحظ ما الذي يعنيه مثل مسألة هذه المدافع والقوات البرية والحرس الثوري الإيراني. هي تعني ببساطة، وهناك ما نلاحظ هنا سيدكان التي تحدثنا عنها، بالتالي التحشيدات هنا تأتي على الجبال، وهذه المدفعية التي تحدثنا عنها أكثر من 17 كيلومترا يعني هي تستطيع الضرب من قمم هذه الجبال إلى نقطة متقدمة إلى العمق الموجود في إقليم كردستان. وطبعا هنا أرض مستوية أيضا تأتي باتجاه سيدكان كما نلاحظ من هذه المنطقة على سبيل المثال، ليس هنالك مشكلة لهم أن تقدموا بعد إخلاء المنطقة. وعلى هذا الأساس هذا يوضح بأنهم دائما يفكرون في خلق منطقة عازلة من أجل مواجهة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وبالتالي بدلا من ترك هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة كما تدعي إيران أن تدخل أن تتسلل أن تقوم بزعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني، يحاربونها في الداخل كما هو الحال طبعا بين روسيا وأوكرانيا وإقليم دونباس، وأنهم يتقدمون ويخلقون منطقة عازلة لمواجهة الناتو كما طبعا تأتي في بعض التحليلات، وبالتالي هم يريدون خلق هذه المسألة. لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة وإلى هذا المستوى؟ لأن إيران قالت للعراق ببساطة مرارا وتكرارا مؤخرا بأنكم لم تفعلوا شيئا تجاه هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، لم تنزعوا السلاح من هذه الأطراف، لم تغلقوا مقارهم، ولم تغيروا شيئا، ولم تطردوهم، وهم لا زالوا يزعزعون الاستقرار، يتدخلون في التظاهرات، يدخلون طائرات المسيرة إلى الداخل الإيراني. وعلى هذا الأساس لديكم مدة أيها العراقيون، وبأننا نريد التصرف في هذه المسألة، وبالتالي ليس هنالك التزاما من العراقي تجاه هذه الاتفاقية الأمنية أو المذكرة الأمنية التي وقعت بين العراق وبين إيران في 19 من مارس من هذا العام. لم يحدث شيئا. والمثير بهذا الأمر بأن المصدر الخاص بنا ومصدر خاص بنا أبلغنا وأوضح لنا بأن المدة التي تتحدث عنها إيران والتي تم التوقيع عليها هي 6 أشهر، ومعنى ذلك من 19 من مارس هذا يعني بأننا الآن لم يتبقى إلا 3 أشهر فقط، وإيران سيكون لها الحق في ظل هذه المذكرة أن يقوموا بتوجيه الضربات على الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، لأن لم يحدث شيء تجاه هذه القضية. وطبعا الإيرانيون كانوا يهددون بشكل مكثف في الفترة الأخيرة مثل قائد القوات البرية للحرس الثورية الإيرانية العميد محمد باكبور، وكذلك وزير الأمن الإيراني أو كما يطلقون عليه أيضا وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، كانوا قد وجهوا تهديدات بهذا الشكل. لاحظ في 20 مايو وكذلك أيضا 21 مايو عن تهديدات لهذه الأطراف الموجودة في إقليم كردستان، ويطالبون العراق بفعل شيء تجاهها، حتى مجاميع يقولون بأنها تابعة لإسرائيل تسللت أساسا من إقليم كردستان إلى الداخل الإيراني. طبعا هذه التهديدات هي دفعت بسرعة كبيرة للغاية مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي لكي يقوم بالعديد من التحركات المكوكية من أجل حل هذه المشكلة، الاطلاع على طبيعة الأدلة الإيرانية حول هذه التهديدات وغيرها، لأن هنالك عملا عراقيا وقد يكون بطيئا ولكن هنالك عملا لحل هذه المشكلة التي اتفق فيها العراق مع إيران. طبعا السيد قاسم الأعرجي اتجه إلى أربيل مؤخرا وقام بالعديد من النقاشات بحضور طبعا وزير الداخلية الخاص بإقليم كردستان السيد ريبر أحمد، وبعد ذلك اتجه إلى السليمانية، قام باجتماعات حول المذكرة الأمنية وغيرها، وبعد ذلك التقى بالملحق العسكري الموجود أساسا والخاص بالسفارة الإيرانية في بغداد، وبعد ذلك اتجه إلى طهران لكي يلتقي بعلي أكبر أحمديان وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد. التقى
لعبه بهذه الطريقة، وبعدها أحمديان غرد بهذا الشكل واضعا صورته مع السيد قاسم الأعرجي في 29 مايو، وقال نتوقع من الحكومة العراقية ضمان أمن حدود البلاد مع إيران في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة بالبلاد. واضح جدا أو في البلاد واضح جدا الأمر ليس للمزاح أبدا بالنسبة لإيران، وهي يبدو ليست صبورة أبدا وتريد تصرفا تجاه هذه القضية. ولاحظ بأن التغريدة في 29 مايو، ويوم أمس جاءت هذه القطعات لتتحرك باتجاه الحدود العراقية، بل أن الأمر واضح جدا بأنه ليس سهلا أبدا بالنسبة للعراق، إلى درجة أن الزيارات الأمنية مستمرة من العراق تجاه إيران. على سبيل المثال اليوم وزير الداخلية العراقية السيد عبد الأمير الشمري تواجد ووصل اليوم إلى طهران وقام بالعديد من الاجتماعات، ليس واضحا إذا ما كانت هذه المذكرة تمت مناقشتها، ولكن هي زيارة تأتي في توقيت مهم. أيضا في نفس الوقت كان هنالك وفدا أيضا اتجه كما نلاحظ الأربعاء بهذا الشكل، نشرت اليوم من قبل كردستان 24 وفد قادم من إقليم كردستان، رغم أن الطابع الاقتصادي يأتي على هذا الوفد إلا أن واحدة من الأطراف التي اجتمع معها أو يخطط للاجتماع معها هذا الوفد هو حاكم أذربيجان الغربية وكرمنشاه وسننج، وهذا طبعا يعني ببساطة بأن سننج وكرمنشاه هي مناطق طبعا تأتي مقابلة للسليمانية، وسبق للسليمانية أساسا في إقليم كردستان أن تعرضت لضربات لعدد من المقارد للأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، بالتالي وجود حاكم أذربيجان هنا مثير وقد يعني بأننا أمام أيضا نقاشات من إقليم كردستان مع إيران من أجل حل هذه المشكلة قبل أن تصل إلى الضربات المحتملة العسكرية التي نتحدث عنها الآن من قبل إيران. المصدر الخاص بنا أبلغنا أيضا بأن إيران لم تقدم أي أدلة حول كل الاتهامات التي وضعتها على الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة بأنها تتدخل في إيران أو تقوم بتأجيج شيء ما، أو مثلا ترسل طائرات المسيرة وتقوم الطائرات المسيرة بتوجيه ضربات إلى أصفهان. لا أدلة، هي ادعاءات فقط. وهنا ما هو مثير أن مسألة التصعيد الإيرانية الآن هي تأتي بعد تحرك قامت به إيران الأسبوع الماضي الثلاثاء تحديدا، قامت بتخفيض إمدادات الغاز بنحو 20 مليون متر مكعب، فجأة أوقفوا الغاز الطبيعي أو خفضوه إلى هذه النسبة التي ترونها، وبدأت تؤثر بشكل كبير على الطاقة الكهربائية في العراق، لأن العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في مسألة الغاز الطبيعي، بدأت تؤثر على الداخل العراقي. العراقيون ذهبوا إلى الإيرانيين طبعا وأبلغوهم لماذا فعلتم ولماذا خفضتم الغاز بهذا الشكل، وإيران قالت ببساطة إن هنالك مشكلة فنية ولهذا خفضنا إمدادات الغاز بهذه الطريقة، ولكن هي نفس الطريقة التي قاموا بها منتصف العام الماضي كما نشرت الأسوشيتد بريس، وقالت إيران في حينها بأنها خفضت الغاز الطبيعي أو قطعت الغاز الطبيعي على العراق لأن العراق لم يدفع الأموال المستحقة المطلوبة من قبل إيران، ولذلك هم قطعوا الغاز الطبيعي. بل إننا كان هنالك أيضا بيانا قد نشر يوم أمس من قبل وزارة الخارجية العراقية عن وزير الخارجية الإيراني بهذا الشكل، أوضح وطالب العراق بإيجاد حل لمسألة التحويلات المالية مع الجانب الأمريكي، أي يعني بأنهم يريدون أموالا من العراق. واضح بأننا أمام ضغط هنا كبير وتصعيد كبير في ظل أنهم بحاجة للأموال التي يطلبوها طبعا من العراق. وكم يا ترى من الأموال تطلب إيران؟ هي تطلب في حقيقة الأمر من أموالها المستحقة لما باعته من الغاز الطبيعي للعراق ما يقارب 11 مليار دولار، وطبعا الغاز الطبيعي بالنسبة لإيران مسألة مهمة ومخرج مهم لها من كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليها في فترات مضت، شهدناها في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أيضا في نفس الوقت أن المشكلة أن العراق لا يمتنع عن عملية دفع هذه الأموال، ولكن كما تحدثنا هنالك عقوبات أمريكية على إيران، وكذلك هنالك تدقيق كبير شهدناه في الفترة الأخيرة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على العراق بعدما لاحظوا بأن هنالك أموالا ودولارا أمريكيا يهرب ويسرب بشكل غير قانوني من العراقي إلى إيران، وبالتالي ضبطوا هذه المسألة وتواصل الجانب العراقي مع الأمريكي وتوقف تدفق الدولار. الآن إيران تريد هذه الأموال وتطالب العراق أن يجد حلا لهذه المسألة، والمشكلة أن العراق يعتمد على ما يقارب بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يستقبله طبعا أو يشتريه من إيران
ما يقارب 33% إلى 40% بحسب الأجواء. ونحن الآن دخلنا في الصيف ودرجات الحرارة تصل إلى ما يقارب 50 درجة مئوية أو أكثر، وبالتالي العراق بحاجة للمزيد من الغاز لتأمين الطاقة طبعا الكهربائية في العراق. وليس هذا فحسب، بل إن إيران ترى ما يجري في العراق، هي ترى أن هنالك صفقات في الطاقة وفي الغاز الطبيعي وفي الكهرباء قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بها ألمانيا، وهي تهدف ببساطة أن يستقل العراق في مسألة الغاز الطبيعي، وبالتالي هو لن يكون بحاجة لشراء الغاز الطبيعي من إيران، وسيستطيع ببساطة أن يؤمن وأن يستقل في الكهرباء وفي مسألة الكهرباء. وهذا قد يفسر لماذا نرى التحشيدات التي تحدثنا عنها الآن هنا بهذا الاتجاه، في ظل أنهم في اتجاه إقليم كردستان، في ظل أنهم من دون أي أدلة لم يقدموا أي شيء للعراق في هذه القضية، وأيضا في نفس الوقت اشعال هذه المنطقة يعني عدم استقرار، عدم قدرة الولايات المتحدة أو ألمانيا في نوعية الوصول إلى استقرار للعراق، لأن هذا سيزيد الضغط على إيران إن ما تغير الوقت، إن ما تغير الزمن عليهم لن يجدون مخارجا كثيرة للخلاص من طبيعة هذه العقوبات، رغم أنهم نجحوا بالفعل في الخلاص من أصعب الظروف، ولكنهم لا يريدون لهذا المنفذ أن ينتهي. وأيضا هم منتبهين لطبيعة الاجتماعات التي تأتي مثلا من السفيرة الأمريكية ألينا رومانوفسكي في بغداد على سبيل المثال. يوم أمس بتغريدة بهذا الشكل وضحت بأنها اجتمعت مع الرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك، إحدى أهم الشركات الموجودة طبعا الأمريكية في العراق، وطبعا الأساس هو حول مشاريع الطاقة الحالية والمستقبلية في العراق، يجذب القطاع الخاص في الولايات المتحدة التكنولوجيا والخبرة والتدريب على العمل، بالإضافة إلى الإبداع ونقل المعرفة، وهذا يعني تعزيز الأيادي العاملة العراقية، أي بما معنى أن هنالك مسألة تطوير كبيرة في هذا القطاع. ولو لاحظنا أن هذه التغريدة التي نشرت هي كانت في 29 مايو، والتحرك للقطاعات الإيرانية حول واتجاه الحدود العراقية وتحديدا في إقليم كردستان وفي ظل هذه الأنباء الخطيرة هو جاء في 30 مايو. التوقيتات مهمة لتفسير الكثير من التفاصيل التي نتحدث عنها اليوم. ما الذي سيجري الأيام القادمة؟ قد تكون ساخنة للغاية تجاه العراق وتحديدا تجاه إقليم كردستان.